انت يعني كنت منطقة. معايا ولا ايه؟ وكتير ومنها وما ننامش بالاسابيع، قلة النوم صح؟ يعني انا كنت لسه بكلم مع منى، يعني انت بتوصفني ما بنامش اسابيع. مش لوحدك، وساعات بالدواء. انا ليه اصحاب بيشتكوا النهارده انهم بياخدوا ادويه تنيمهم مش بيناموا، وسامعين طيب النهارده. هو ليه بيفكر ياخد دواء عشان ينام؟ الاوفر ثينكينج بينشط امتى؟ بينشط في ثلاث اوقات. طب بس انت بجد ما حدش قالك حاجه؟ انا مش دكتور عظمي. اوكي. الفيربال كوميونيكيشن ده 5% من اللي جواكي، النون فيربال كوميونيكيشن ده 95% من حقيقتك. واقفه ازاي وقاعده ازاي وبصه ازاي وبتتكلمي ازاي وبتتحركي ازاي. عشان كده لو اي حد هيفهمك بسهوله، ده سلاح ذو حدين حسب طبيعته الشخصيه، يا يفهمك ويريحك وياخد باله منك ويطبطب عليكي، يا يفهمك ويستغلك ويسيء استغلالك ويلعب بيكي. مشكله. ويا ويلك لو فهمك وقرر يلعب بيكي، يا ويلك لو اتفهمت لحد ما عندوش اخلاق، نفسيته مش متزنه ومش مستقره، ساعتها يستغلك لمصلحته ويشكل عليك ليل ونهار عشان خاطر يثبت ان انت اللي عندك مشكله. انت اللي بتأفوري. بتأفوري في كل حاجه انت بتعمليها. بس في ناس بتطلع واعيه وبتحمي نفسها بسرعه عن طريق العزله الاختياريه. اقفل على نفسي، انا خايف، وانا في الحاله دي مش هتعرض. تعليقك يبدو عميق بس للاسف مؤلم. الناس اللي بتقرر تنعزل وتبعد عن اللي اذاها، هي بتقرر ده وتبعد جسديا، وبيسموه البعد الجسدي المادي. بعد ولسه عمال يفكر في اللي اذاه، ويجي الاوفر ثينكينج كانها سبحه بتتفرط من سؤال لعين اسمه ليه كده. طب مين الناس اللي بتفكر بالطريقه دي؟ مين الناس الاكثر عرضه للاوفر ثينكينج واللي ما بيناموش وليه بيحصل لهم كده؟ ليه كده؟ كل واحد معرض ده؟ لا مش كل واحد، لا لا لا. ليه كده؟ ده سؤال مهلك، مستهلك، مميت. ليه كده؟ سؤال بيسأله لنفسه اللي تعبان من شقى يوم طويل ورغم كده مش قادر ينام. ليه كده؟ العنوان اللي بيتكتب قدام عينيكي وانت بتغمضيها بعد يوم شاق ومش عارفه تنامي. ليه كده؟ ليه بعد ما وقفت وسندت ودعمت وامنت واديت يتعمل فيا كده؟ ليه كده؟ ده اول خطوه في الاوفر ثينكينج. ليه كده؟ ده اول حبايه في السبحه بتاعت التفكير اللي مش هيقف. ناس كتير بتنام 8 و9 و10 ساعات، تصحى مهدوده كانها ما نامتش. ازاي؟ ما هوش نوم عميق؟ لا مش نوم عميق. لانه لما خد المنوم جسمه نام، بس مخه ما وقفش، ما فصلش الفيشه، بدليل انه لما صحي كان بيفكر تاني في نفس الموضوع اللي كان بيفكر فيه قبل ما ينام. ويمكن يكون لقاله حلول، ويمكن يكون قام وكتب المسج وبعتها. ده اول ما صحي، معناه انه مخه ما نامش. وياما ناس بتنام وتقوم ومخها ما فصلش وعقلها لسه شغال بالمشكله، واول ما يقوم يقرر يحل المشكله فبيحلها بمشكله اكبر لانه غير مستقر. تلاقي الشخص اللي بيعاني من متلازمه ليه كده؟ ليه يحصل فيا كده؟ ليه انا يحصل لي كده؟ ليه من دول يعملوا معايا كده؟ ده احساس بالظلم ولا يعني عدم تقدير الاخرين ليا ولا يعني ما هو مين اللي بيحس ده؟ ما احنا ممكن نقابل ناس نصطدم فيهم بس ما نقعش يقوونا. هنا دي بقى بتفرق من شخصيه لشخصيه. يا منى مش كل الناس. انهي شخصيه فيهم حضرتك؟ في شخصيه قويه قادره تحمي نفسها وما تتاثرش، وفي شخصيه بتاعت ليه كده اللي عندها الاوفر ثينكينج اللي ما بتعرفش تنام واللي الافكار دي بتهجم عليها كلها بالليل دايما. يمكن انا كمعالج نفساني شفت كتير من النفوس باختلاف الاعمار والثقافات والجنسيات والديانات، بقول لحضرتك ان كل اللي على الشط عوام. يعني لما تلاقي حد واقع ومنهار وبينهار في انه بيدور على اجابه لسؤال اسمها ليه كده؟ ليه اتاذيت وبعت؟ ليه اتخدعت؟ ليه اتجرحت؟ لما تلاقي ان هو دايما كده وتقولي له نشف جلدك وجمد نفسك وقف كده وشد ظهرك. ايوه العيب مش فيك، في اللي اذاك. أيوة ده شخصيه مريضه اللي اذتك. بس انت ما تعرفيش الاذى ده كان بالنسبه له ايه؟ ممكن يكون كان بالنسبه له اختزل حياته فيه، ممكن يكون كان بالنسبه له اهم حاجه في حياته. بس يبقى هي الغلطه هنا حضرتك حطيت ايدك عليها. انا ليه اتمحور حوالين الشخص اللي بحبه ويبقى كل حياتي فاقع لما يسيب ايديه؟ هقول لك ليه. طريقه التفكير
عند الناس اللي عندها حساسيه زايده، ودول اكتر ناس يصابوا بالتفكير الزايد. يبقى الاوفر ثينكينج بيجي لمين؟ بيجي لاصحاب الاوفر سنسيتيفيتي. صحيح، حساسين زياده. الناس الحساسه، مين بقى الناس الحساسه؟ مين هو الشخص الحساس اللي اقل كلمه تاثر فيه؟ اللي الابتسامه يحسبها جميله. الشخص الحساس هو المتربي، ابن الاصول، اللي لا اب يعلمه الغلط والصح، واللي لا ام تقول له ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش.